ما الحكم في البيع بالتفصيل؟ وإذا كانت الفائدة تزيد فيه عن البيع النقدي بحوالي 25% تقريبا، فما الحكم أيضا علما بأن الطرفين يعلمان بهذا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالبيع بالتفصيل، البيع المؤجل سواء كان الشخص الواحد أو إلى أقساط متعددة، كل ذلك لا بأس به. قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل في المعاملات الحل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع اشترى بالأجل، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام، وكان يستدين على إبل الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم يستدين على إبل الصدقة إذا عرضت حاجة للغزو، كل هذا يدل على البيع المؤجل، والسلم بين السلم هذا من بيع المؤجل، لأنه من تعجيل المثمن وتعجيل الثمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا يشمل دين السلم ويشمل أيضا سائر الديون، ومنها ثمن المبيع إذا كان مؤجلا. والآن الزيادة في المؤجل فهي مباحة، لأنه معلوم أن البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال، والناس لا يبيعون مؤجلا إلا إذا كان لهم طمع يغريهم بالتأجيل، لكن لا ينبغي للبائع أن يستغل حاجة المشتري ويزيد عليه زيادة باهظة، بل عليه أن يزيد زيادة مقبولة، زيادة لا تضر وتجحف بالمشتري، خصوصا إذا كان هذا المشتري محتاجا ومضطرا، فإنه ينبغي للمسلم أن يراعي ضعف أخيه المسلم فيزيد عليه زيادة غير مجحفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.